مع برضو الصدمات اللي بتحدث او بعض الظروف اللي بتحدث للانسان، ما بيقدرش ان هو يتعدى الظروف دي او يتخطاها، بتكون اقوى من قدرته على التحمل. تمام. في اللحظه دي الانسان بيتعرض لضغوط نفسيه. هنا الولد ده اتعرض لضغط نفسي قوي جدا منذ الطفوله، اتعرض للاحتياج الى الاسره، الاحتياج الى الامان، الاحتياج الى الاحتواء. برضو عايزين نتكلم عن الثقوب النفسية اللي بتحدث في كتير مننا، بيكون معظمها ملهوش أسباب بيولوجية قوية في حياة الإنسان، بتكون مثبتة بدلائل علمية قوية إلى جانب عامل وراثي بيكون متواجد في كثير من الحالات. تمام. لكن طبعا عايزين نعرف برضو ان في بعض الشخصيات بتكون منذ الصغر بيكون زي مثلا الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. تمام. ده بيكون عنده مرض بيسمى بالاستيقاظ الكاذب. الاستيقاظ الكاذب. ده لما بيجي يحدث منه اي افعال او اي مواقف بيجي يفوق منها، يحس ان هو كان في حلم، انا مش حاسس ايه اللي حصل او عشان مش كده الولد واصل ما لي. دركش اللي هو ايه اللي كان بيعمله قبليها. بالفعل هو بيحس ان هو كان في حلم وفاق منه. طب اللي سبب الامر ده، اللي كان هو في البدايه كان محتاج احتواء من البيت عنده من الاسره، افتقد الاحتواء، افتقد الامان، افتقد الترابط الاسري، سبب عنده معوقات نفسيه. وبرده زي ما قلت لحضرتك معظم الامراض النفسيه مثبته بدلائل علميه قويه الى جانب عامل وراثي بيكون متواجد في كثير من الحالات. يعني برضو في بعض الشخصيات او بعض الناس بيكون عندهم جانب وراثي بيكون للاب للاهل للاسره، ايا كان الوراثه انت عارف بتكون فيها امتداد. ده بيترك اثر سلبي على حياه الانسان. ولكن برضو عايزين نحلل الشخصيه دي، الشخصيه دي بالفعل هو اتعرض لمعوقات نفسيه بسبب الاحتياج للاسره. يعني ده عامل اساسي، طبعا طبعا احتياجه هنا للاسره هو اللي تسبب في الامر ده، خليته اللي هو مش متمالك اعصابه، خلاص بقى دلوقتي عنده اللي هو انضرابات نفسيه في نفسه كده، يعني مش صحيح. الخلل هنا حدث من تفكك الأسري من الأب والأم. وللأسف الشديد إن أكثر الآباء والأمهات بيعرضوا أولادهم لمعوقات نفسية، ومعايير الصحة النفسية عندهم بيحصل فيها بعض الخلل أو بعض الاهتزاز وهم مش أخدين بالهم. يعني سي مثلا حضرتك لما ذكرت إن الأم قالت لابنها أنت فاشل، أنت ما جبتش درجات كويسة، هي ما دورتش في البداية على إن الولد ده هي سبب في اللي هو فيه، او لو مثلا حطينا جانب ان مش هي السبب الاساسي او هي من ضمن الاسباب، فبرضه هي والاب من ضمن الاسباب اللي وصلوا الولد لمعوقات الصحه النفسيه اللي هو وصل لها. والولد ده لو ما لحقهوش باحتواء وبعلاج نفسي، الولد ده ممكن يوصل لمراحل اصعب، معنى ان هو يوصل للمرض اللي هو الاستيقاظ الكاذب اللي وصله لردود الفعل اللاواعي. ده كده الولد ده لازم نلحقه. طب يا دكتورة، احنا لو كل أسرة بتسمعنا، في أسر كتيرة قوي بتعمل مع أولادها كده، إزاي احنا نعالج الحالة دي من غير ما نحسس أولادنا أو من غير ما نحسسهم اللي احنا مش بنقول لكم أنتم مرضى، لأ احنا بنقول لكم تبقوا معاهم بصلة، يعني بحاجة رحمة كده، فنقول لهم ايه يا دكتورة وفي تحبي تقولي؟ رأفة ما بين الآباء والأمهات واحتوائهم للأبناء، لأن إحنا مش بنخلف الأولاد علشان خاطر نعذبهم في الحياة أو علشان خاطر نوصلهم لمعوقات صحة نفسية أو لضغوطات في الحياة. يعني الأم دي لو احتوت ابنها وقالت له إن شاء الله اللي قادم أفضل، إن شاء الله هتكون في مكانة عالية، السنة دي ما جبتش درجات كويسة، إن شاء الله السنة اللي جاية تكون أحسن. ده لو هي حتى في ضغط وابنها في ضغط وحياتها فيها ضغوطات نفسية، هي تحاول قدر المستطاع لأن ربنا سبحانه وتعالى أمنها على ابنها أو على أولادها عموما. فبرضو الأم هنا الخلل من عندها يا أستاذ أحمد. يعني السبب من الأم طبعا، من الأم ومن الأب، من الأسرة عموما. ومعنى كمان أن الأم بتتعامل مع الولد بالجزئية دي أو بالإسلوب ده، يبقى الأم هنا في خلل من عندها.
قصتنا هنا فيها خلل، فيها عدم توازن ما بين الأب والأم، وده ترك أثر سلبي على الأولاد، اللي هو الولد إن طلع عنده ضغوطات نفسية وسببت عنده الردود البشعة اللي هو عملها، معنى إنه يضرب صديقه وفي الآخر يحس بإغماء أو يحس إن هو مفيش وعي يفوق على إنه كان في حلم. ده معناه إن الولد ده وصل لضغط نفسي قوي جدا، العقل الباطن عنده خزن تخزين قوي قوي لحد ما العقل اللاواعي قال له خلاص أنا ما عنديش الطاقة أو ما عنديش التحمل اللي هقدر أستوعب تاني. يمكن حضرتك أستاذ أحمد حضرت معايا قبل كده بعض المحاضرات اللي كنا بنتكلم فيها عن العقل الواعي والعقل اللاواعي وعن قانون التركيز وقانون المراسلات وإن العقل اللاواعي قد إيه إن هو بيحس بضغط قوي عليه لما بيكون عنده قانون التركيز. في اللحظة دي لما العقل اللاواعي بيتغلب على العقل اللاواعي، يمكن أنا كنت مسمياها لو تفتكر بسلة المهملات، لما المراسلات بتزيد فيها قوي والتراكم بيوصل لكم كبير قوي، في اللحظة دي الإنسان ما بيبقاش عنده طاقة أو ما بيبقاش عنده حمل. فلما نتكلم في سن صغير زي ثانوية عامة والكلام ده وصل للعوائق النفسية دي، يبقى الولد ده تحمل كتير، وصل لمعوقات كتير، وصل لتعب نفسي كتير. نحب ننصح الآباء والأمهات إن هم يكونوا فاهمين أولادهم، يحاولوا إن الثقوب النفسية اللي بتتراكم عند الإنسان، في لحظة الإنسان بيحس إن هو الثقوب النفسية بتبقى كم من الحمل أو الجبال اللي بتكون متراكمة على الإنسان، لازم في اللحظة دي الأب والأم ياخدوا بالهم من أولادهم. دي طبعا نصيحة للآباء والأمهات، يحتووهم طبعا طبعا، يضموهم بين ايديهم كده، ويعني يشوفوا احتياجاتهم، يشوفوا ايه اللي هم مثلا مفتقدينه اولادهم او اعطوه لهم، اديه لهم، صحيح ما سيبهمش مثلا ضايعين، ما سيبهمش سرحانين، ما سيبهم ما حبطهمش، مثلا جاب درجه النهارده مش كويسه، ما اقول مش هموته عشان جاب درجه مش كويسه، لا اقف جنبه انصحه، اخليه يذاكر شويه، اخليه يهتم بنفسه، اديله معنويات يعني تعليه، مش صحيح. تهبط منه، صحيح. مش تهلكه، صحيح. وبرضو عايزين يعني نتكلم ان الحقيقة الأمراض النفسية مش بتتسبب بالأسباب البيولوجية أو بالعوامل الجينية. طبعا يا أستاذ أحمد في عشرات وربما مئات العوامل الأخرى اللي بتدخل مع بعض لغاية ما بتسبب لمرض نفسي. طبعا يعني برضو مش عايزين نحمل الجزئية كلها على الأب والأم، لا، ده في عوائق كثيرة جدا، في ضغوطات في الحياة كثيرة، يمكن إحنا في سننا ده وعندنا بعض العوائق النفسية اللي بنحس فيها بكبت نفسي وبنحس إن إحنا في حالة انفجار، ولكن إيه اللي إحنا نقدر نتجاوز بيه الثقوب النفسية دي أو الحالة اللي إحنا بنوصل لها؟ القوة والإرادة والعزيمة على تخطي أي مصاعب. إحنا بالنسبة لنا ككبار ننصح المجتمع والناس والأباء والأمهات طبعا بناء على القصة بتاعت حضرتك إن لازم يكون عندنا يعني احتواء لأولادنا، مش هقول أكتر من كده. وعايزة أقول برضو إن يمكن الأباء والأمهات عليهم حمل كبير جدا يا أستاذ أحمد، يعني برضو هم مضغوطين في الحياة، لو برضو يعني حطينا لهم بعض الأعذار هنلاقي إن الأولاد عندها حتة الأنانية أو عندها حتة الجور على الأب والأم بطريقة جامدة قوي. طب يا دكتور، عندهم الأخذ بالعطاء. يا دكتور هناخد اتصال معانا الأستاذ أحمد من اسكندرية، أهلا وسهلا بيك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. الدكتورة بس معايا. فضل. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بقول لك دلوقتي ليا شكوى بس، معلش. اتفضل يا استاذ احمد. دلوقتي عند رجلي ركبتي من تحت كده، من الركبه لتحت كده وجع وشد وبنقع كده وبتاع. تمام. بنمشي نقع، فما اعرفش نمشي، ونمشي لازم تاخد شد جامد عشان نعرف نمشي. بنشكر حضرتك يا استاذ احمد. كتير وكله ما فيش حد دلنا على حاجه. بنشكر حضرتك يا استاذ احمد. إيه طب حضرتك يا استاذ احمد، إيه ده ايه علاقته بالثقوب النفسيه؟ الاتصال اتقطع معانا.
هو تحيه ليك يا استاذ احمد. بس حضرتك يا استاذ احمد لو سمعنا عبر التلفزيون حضرتك تروح لدكتور باطن او دكتور عظام او كده، احنا بنتكلم في الثقوب النفسيه كعلم نفس، كتفسير علم نفس. تحياتي ليك يا استاذ احمد. تحياتي ليك يا استاذ احمد. وزي ما قالت لك الدكتوره الركبه كعظام تروح دكتور عظام. اكيد الثقوب النفسيه احنا بنتكلم في حالات نفسيه، في مرض نفسي، المرض يعني المرض النفسي، الاضطرابات النفسيه اللي انت بتعيشها، لو عندك اضرار في نفسك مثلا، انت مرهق، انت تعبت في حاجه وما لقيتهاش، احنا تحت امرك فيها يعني. هو برضو يا أستاذ أحمد في جزئية يمكن هذكرها مع حضرتك، إن في بعض الناس العوائق النفسية أو الثقوب النفسية بتوصلهم لأمراض جسدية. طبعا فممكن هو يكون قصده كده، إن مثلا بس هو ما ذكرش الطلب بتاعه مظبوط، يعني هو اتكلم في علاج. إنما فعلا الأمراض النفسية في بعض الأوقات أو الثقوب النفسية بتوصل لأمراض جسدية. يمكن في حالات بتحدث إن في ناس تروح للطب وتروح للعلاج وتحاول إنها تتعالج، وفي الآخر يبصوا يلاقوا إن عندهم أثر سلبي أو أثر رجعي بداخلهم بسبب المرض النفسي أو العوائق النفسية. صحيح. طبعا. وهقول لحضرتك على حاجة، في بعض الأوقات بيجي لنا خمول وكسل وعدم استجابة للحركة، وبنحس إن إحنا ما عندناش فاعلية خالص. يبقى عنده ده بيبقى كسل. سببها إيه؟ بيبقى سببها ضغط نفسي أو فكر زيادة قوي عليك. طبعا. فبيحسسك إن أنت ما عندكش قادرية أو ما عندكش مقدرة أو ما عندكش فاعلية لأي حاجة تعملها. فممكن برضه أستاذي الفاضل يكون عندك بعض العوائق النفسية، أنا هكلمك بناء على علمي، وإلا برضو حضرتك تكشف عند طبيب متخصص للجسد وكده. لو ده مثلا سببه عوائق نفسية أو ضغط نفسي زيادة عن اللزوم عند حضرتك، فممكن أن أنت تكون مثلا عندك تراكمات جواك أو عندك الثقوب النفسية اللي إحنا بنتكلم فيها وصلتك للتعب والخمول وعدم السيطرة أو الاستجابة على حواسك أو على أعصابك. فبرضو أنصحك الأول تروح لدكتور باطن أو دكتور عظام أو أيا كان المتخصص، مع أن لو ده ما فيش أي حاجة فحضرتك ممكن تعرض قصتك على دكتور نفسي مع تحليل الشخصية، أو أن أنت تصف إيه اللي عندك أو إيه العوائق اللي أنت بتمر بيها أو إيه الأمور اللي هي وصلتك لعدم الوقفان وأن رجليك سايبة وأن أنت مش قادر تقف. يعني نسأل الله ليك الشفاء، وألف سلام على حضرتك يا أستاذ أحمد. هو ممكن يكون هو بيتكلم على المرض اللي جاله في ركبته، بس هي دي اكيد مش نفسيه. هو ما ذكرش القسم، هو ما كملهاش الموضوع، بس انا حللتها له بجميع الجوانب. يعني لو حضرتك ده واصل لك مثلا، انت ما وصلتلناش المعلومه بناء مثلا على العوائق النفسيه اللي انت حاسسها، فانا قلت لك برضو تفاصيلها. في دكتوره حد يعني كل ما يجي مثلا ينام يحلم أحلام وحشة، يصحى من النوم بيبقى طبيعي جدا، بس هو حاسس نفسيته اللي هي متدمرة على طول، ملوش فرحة بتكمل، دماغه متشتتة، ده يكون إيه عقبة يا دكتور؟ والله يا أستاذ أحمد برضو بنرجع هنا للتفكير الزائد، للضغوطات، لتخزين العقل الباطن، لكم السلبيات اللي العقل الباطن بيستقبلها. في اللحظة دي الإنسان بيطلع عليه أو بيرجع عليه أثر سلبي بيظهر عليه في النوم. يمكن إحنا في أكثر أوقاتنا يجي مثلا حد يقول لي أنا بشوف كوابيس أو بشوف مثلا أحلام مزعجة أو بحس وأنا نايم نفسي بيروح وبحس إن أنا بجيب نفسي بالعافية، ده بيبقى عنده تراكمات جواه، عقله الباطن خزن لكم كبير قوي من المعلومات أو من الضغوطات النفسية مش بيفرخها، ما عندهوش تفريغ أو ما عندهوش اللي هو حد مثلا يحكي معاه، حد يتكلم معاه، حد يوصل له هو في إيه، أو حد فهمه معنى أصح، فاهم الإطار اللي هو فيه. ففي اللحظة دي الإنسان بيكتم جواه وبيخزن جواه المعلومات دي، فبتترك عليه أثر سلبي. فربنا سبحانه وتعالى برحمته على الإنسان بيخرجها بناء على حلم،
بيخرجها بناء على كوابيس زي ما انت قلت. هي الكوابيس في بعض الاوقات بتكون عائق على الانسان او بتسبب له على فكره ازعاج في حياته. طبعا. وفي بعض الاوقات بتحس ان انت زي مثلا بتحكي موضوع اكنه حلم، اكنه سوري فيلم، مش حلم، ولكن هو بيكون في الحقيقه هو شيء من الواقع او شيء من الملموس في حياتك. هي. حتى لو مش بنفس الكم او مش بنفس اللي حاصل بالظبط، ولكن بيبقى تمثيل داخلي. يمكن انا برضو اعطيتكم في بعض المحاضرات التمثيل الداخلي للانسان. التمثيل الداخلي للإنسان اللي هو أنت وانت نايم في عقلك الباطن، عقلك الباطن بيشير إليك بالتمثيل، بيشير إليك بأشياء أنت تكون مش متوقعها في الحقيقة. دي بتظهر إيه؟ بتظهر في أحلام العقل الباطن، أحلام العقل الباطن أو أحلام اليقظة معنى أصح، أحلام اليقظة اللي هو تبقى ما بين الصحيان والنوم وتحس إن أنت في حلم أو تحس إن أنت شايف واقع قدامك دائر حواليك وأنت مش فاهم الواقع ده هو إزاي وحصل امتى؟ طب انا نايم ولا صاحي؟ ده بيبقى ايه؟ بيبقى اشارات من العقل الباطن، تخزين. طبعا. هنطلع فاصل وهنرجع لكم مره تانيه. هيكون معانا فقره شيقه جدا وجميله جدا، هنرجع لكم بسرعه. رجعنا لكم تاني من برنامج أبواب السعادة وحلقتنا عن جهاد النفس أو فقرتنا عن جهاد النفس. ربنا سبحانه وتعالى وصف النفس بثلاث صفات: النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء. وكلنا عارفين قصة سيدنا يوسف مع زليخة، لما الملك استدعى زليخة وسألها عن سيدنا يوسف قالت له إيه؟ قالت له إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. هنا جهاد النفس من أصعب الجهاد على الإنسان. ليه؟ لأن دايما النفس بتميل للهوى، والهوى بيكون أكثره أو هو أساسا إطار للشهوات، ودايما الإنسان الشهوات بتجذبه. في اللحظة دي الإنسان بيحس ان هو بيبذل مجهود او بيبذل اقصى ما عنده علشان خاطر يتجاوز الشهوه او يتجاوز اتباع الهوى ويكون انسان عنده جهاد للنفس. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجع من احدى الغزوات فنظر الى الصحابه وقال: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. قالوا: يا رسول الله، وهل هناك جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ قال: نعم، جهاد النفس. هنا النفس أمارة بالسوء، النفس دايما بيكون عندها انجذاب لأنها ترضي شهوتها أو ترضي نفسها. نقدر إن احنا نتجاوز عليها إزاي أو نقدر إن احنا نكبتها إزاي؟ بالإرادة والقوة، وإن يكون عندنا عزيمة وإصرار على تخطي أي هوى أو أي شهوة نقدر إن احنا نتصدى إليها. لو اتكلمنا مثلا عن الشخص اللي دخل في سكة إدمان، أو الشخص اللي هو ميل لشرب السجاير أو أيا كان، مش هتكلم في جزئية بعينها، الشهوات كثيرة ومنتشرة في حياتنا مع السيدات والرجال ومع جميع البشر، ولكن أنا هقول الجزئية دي لأن دي بيكون فيها كبت للشهوة بالنسبة للرجل عموما والمرأة دلوقتي. بيقدر يتجاوز إن هو يبعد عن سكة الإدمان أو عن السجاير إزاي؟ بإن هو يكون عنده إرادة قوية وعنده فاعلية اتجاه نفسه قبل الآخرين. ما ينفعش الإنسان يقول أنا بعتمد على أستاذ أحمد، أنا بعتمد على فلان، أنا لا، لازم يكون اعتمادك على نفسك ومقدرتك على نفسك أنت قبل أي شيء عشان تخطو إلى طريق النجاح ويكون عندك إرادة وفاعلية وقوة وجهاد للنفس. برضو يا جماعة جهاد النفس هو
بيوصلك للسعي للتميز، بيوصلك لتحديد أهدافك، بيوصلك للارتقاء، بيوصلك للتخطيط والتفكير في الأمور الصحيحة في حياتك، بيوصلك للموازنة في حياتك، بيوصلك لكل ما هو مميز في حياتك. ولا انت ايه رايك يا استاذ احمد؟ طبعا البني ادم مننا لازم يكون ليه هدف يوصل له، لازم يكون عنده اراده، لازم يكون عنده عزيمه لتحقيق حلمه، يحقق حلمه. البني ادم مننا النفس دي، ويعني كل بني ادم مننا زي طريقك هو طريق الهوى ده، طريقك اللي انت ماشي فيه، يعني كل واحد خيال. انا كراجل خيال راكب مثلا الفرسة بتاعتي، أنا ماسك الحصان بتاعي كده ماسكه باللجان، ماسك ولا إيد اليمين بتسيب ولا إيد الشمال بتسيب، خلي اللجام مظبوط علشان الفرس يعني الحصان بتاعي يمشي في طريقه عشان توصله للهدف، لازم يوصل يكون لطريقه. عندك فرصة، لكن أنا لو سبت أي أي طبعا لو ساب أي حاجة من يعني لو ساب إيد عن إيد الحصان هيلف في اتجاه تاني، هيروح لاتجاه تاني. لو احنا ماشيين في طريق كده اهو، الحصان ماشي وفي خضره هنا اهو وفي ميه من هنا اهو، هو ماشي في النص، ماشي في النص ده، انت عايز توصل لقدام بس. طبعا 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 صحيح. لقي ايده راحت يمين، يمين الحصان عايز ياكل من الخضره، شمال الحصان عايز يشرب من الميه، بس انا عايز اطلع لقدام. هطلع قدام ازاي؟ لازم يكون عندي الفريسه اللي انا تنجحني. صحيح. طبعا. فلازم يكون عنده أهداف يوصل لها، لازم يكون عنده عزيمة، لازم ما خافش من شيء. عملت الحاجة النهاردة ما نجحتش فيها، عملها تاني وتالت ورابع لحد ما انجح، ما ده ما فيهاش أي حاجة. يعني معنى اللي انت مثلا ايه، خلاص انت النهاردة جهدت نفسك في حاجة وما حققتهاش، لازم يكون عندك إرادة قوية تنجحك، تعليك، تخليك تبقى حد كويس، حد اللي انت قادر تقود، حد قادر تعدي طريقك ده، تكمل مشوارك. تكملة المشوار شيء أساسي. الناس اللي بتدمر نفسها بالتدخين ده عشان نفسيته نفسه من جوه بتبقى خلاص ما عندوش الإرادة، زي ما بنتكلم من ثانية، ما عندوش شخص الإرادة يعني، أو ما عندوش الناس القوة اللي هو يقدر طبعاً يخطو بيها إلى الأمام، أو يكون عنده جهاد النفس اللي احنا بنتكلم فيه. لأن في نفس بتطلب الطيبة، في نفس بتطلب الشر، في نفس بتطلب الحنان، في نفس بتطلب الفوات لكل حاجة حلوة، بروح للخطأ. لا، أنا لازم نفسي تكون حاجة صح، زي طريقك اللي انت ماشي فيه. طريقك ده مفهوش لوع، مفهوش يمين، مفهوش شمال، خليني دايركت ماشي على طول. صحيح. بص يا أستاذ أحمد، هو خلينا متفقين برضو أن في الكتاب والسنة مذكور أن النفس جهاد قوي وصعب على الإنسان طبعا، ومذكور زي ما ذكرتها برضو أن النفس أمارة بالسوء، وفي نفس برضو ما قالت زليخة أن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فهنا برضو لازم نترك أو نعتمد على الله عز وجل، لازم يكون عندنا ثقة وإيمان بالله علشان خاطر نقدر يكون عندنا خطى سليم، أو يكون عندنا الدفعة. الدافع هنا الوحيد هو الله عز وجل. لازم تكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى قوية، لازم يكون عندك قرب من الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتك، التوكل يكون على الله، لا يوجد أي شيء في حياتك أو أي حد في حياتك تتوكل عليه. ويمكن الجزئية دي ذكرتني بقصة أو موضوع هقوله لكم مختصر جدا. في شخصية كانت بتتكلم معايا وبتقول لي إن هي مرت في حياتها بأزمات قوية جدا وبضغوطات صعبة، ولكن في الوقت اللي هي مرت بيه بالأزمات كانت بعيدة عن ربنا، كانت مش بتصلي، كانت ما عندهاش العزيمة أو الثقة في الله القوية. ففي الأيام دي وصلت لي معوقات في حياتها كبيرة والضغوطات كبيرة. أول ما حطت الثقة في الله سبحانه وتعالى وتخلى عنها كل البشر وكل الناس المحيطة بيها،
لقت الملجأ أو المفر الوحيد ليها هو الله عز وجل. فبالفعل ربنا سبحانه وتعالى كان بيختبرها أو بيمتحنها أو حاططها في امتحان، وهي الحمد لله رب العالمين طلعت قده وتوجهت لله سبحانه وتعالى وتضرعت إلى الله وقالت له يا رب أنا بلجأ إليك، أنت ملجأي الوحيد، أنا ماليش غيرك. وقدرت إن هي تستقوى بالله ويكون عندها عزيمة وإصرار وجهاد لنفسها وتخطت الأزمات ووصلت لأكبر الدرجات ووصلت لمكانة عالية وتجاوزت كل ما هو في عوائق في حياتها وبقت إنسانة سوية مع نفسها. هنا يا أستاذ أحمد يبقى احنا بنتكلم على النفس المطمئنة أو النفس اللوامة. هنا هي نفسها اللوامة فوقتها لأنها يكون عندها جهاد للنفس أو عندها صلة بالله سبحانه وتعالى قوية وقدرت أنها تتخطى أي شيء تتجاوز إليه أو أي شيء تخطو إليه. يبقى جهاد النفس برضو مرتبط بالثقة بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. هنستقبل اتصال يا دكتور. أوكي. أهلا بك يا أدهم. معنا الأستاذ أدهم. أستاذ أدهم الاتصال اتقطع. يا دكتور. الو يا دكتور. الو. ايوه اتفضل. ايوه يا دكتور معاك يا دكتور اتفضل. الو يا دكتور. اتفضل. انا عندي مشكله كبيره جدا. اتفضل يا ادهم. اتفضل يا استاذ ادهم. صوت ادهم صغير جدا. اللي انا بكون عايز اصلي وما بعرفش اصلي. بتكون عايز تصلي ومش بتعرف تصلي؟ ايوه. طب بصي يا ادهم وطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون شويه وقول لي انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 15 سنه حضرتك. ماشي يا استاذ ادهم. منورنا يا استاذ ادهم. في سنه كام يا استاذ ادهم؟ نورك الله. في سنه كام انت؟ ثالثه اعدادي. طيب يا ادهم انت بتصلي؟ انت قلت ان انت بتبقى عايز تصلي ومش عارف تصلي صح؟ ايوه. طيب انت بتقرا قران؟ يعني في رمضان بس. في رمضان بس. طيب في حد بيزعلك في البيت؟ ايه؟ حد بيزعلك في البيت باباك او مامتك؟ انت ساعات بتضايق شويه من انت اللي بتتضايق منهم؟ هما بيضايقوك يعني؟ ساعات يعني. طيب انت شاطر في المدرسه ولا لا؟ انت ايه؟ ربنا يوفقك متفوق في دراستك. طيب برافو عليك يا ادهم. بص يا ادهم عايز تصلي ومش عارف تصلي، قول لربنا يا رب انا 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 عايزك يا رب اقبلني عشان انا بتوسل اليك وعايزه اقرب منك. تعرف تعمل كده؟ ايوه طبعا. طيب عايزاك تعمل كده وتبقى تكلمني ان شاء الله الحلقه الجايه تقول لي عملتي ايه يا ادهم. خلاص؟ خلاص. ماشي يا ادهم. نورتني يا ادهم. استاذ عسول جدا وربنا يحفظه ويخليه لاهله يا رب العالمين. هو برضو معانا اتصال تليفوني معانا معانا المدام صفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. انا ولادي في بنتي في رابعه وابني في الثالثه عايزه اعلمهم يصلوا فعايزه ارسخ فيهم الصلاه يعني اعمل ايه؟ فيوسف ابني بخليه يروح الجامع ومنى بنتي بخليها تصلي معايا في البيت. بصي يا استاذه صفيه، اولا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام؟ فاحنا هنتكلم في انفسنا قبل الاخرين. انت عايزه دلوقتي تغرزي في اولادك الصلاه، انت مسؤوله عن الاولاد دي لفتره زمنيه لحد مثلا سن البلوغ اللي هم بعد كده خلاص هم متحملين مسؤوليتهم او متحملين مسؤوليه نفسهم. يعني انا ما انا عارفه يعني انا الوقت عايزه ارسخ فيهم الحاجه ديت من صغرهم. انا بقول خلي الولد يصلي في المسجد صلاه الجماعه، هيحب صلاه الجماعه. واحنا داخلين في شهر كريم كل سنه وحضرتك طيبه طبعا وربنا الله بلغنا رمضان. صلاه الجماعه بتبقى تحفه فيه والادعيه اللي بتبقى فيه بتبقى جميله جدا،
هو هيحب الصلاه في صلاه الجماعه، وحضرتك عليكي وعلى البنوته الصغيره اللي انت تصلي معاها وتحضريها في كل صلاه ليكي، وخليها تمسك المصحف كتير تقرا قران. هي لو قرت المصحف يعني المصحف، لو مسكت المصحف وقرت القران هتعرف قد ايه تخاف من عدم الصلاه. نشكرك يا مدام صفيه. شكرا ليك يا اتصالات قطع. برضو انا كنت عايزه اوجه جزئيه للاستاذه صفيه، هي دلوقتي بتتكلم انها عايزه تغرس في اولادها الصلاه. يا استاذ احمد ابدأي بنفسك. الاولاد لما تلاقي الام بتصلي، لما تلاقي ان البيت فيه كله تدين بيصلي. في اللحظه دي الاولاد المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخلل. احنا بنتكلم في الاصدقاء او في الاصحاب، فتخيلي الاسره او البيت ان الابن او البنت تطلع تلاقي مامتها او باباها فاوريدي هيطلعوا زيهم بالظبط. فهو ده برضو وعلى فكره برضو ده داخل في جهاد النفس اللي احنا بنتكلم فيه، ولو ان الناس بتحيد على فكره عن الاسئله بس جميله. ولكن برضو يا جماعه جهاد النفس برضو انك تجاهدي في سبيل اولادك، انك تجاهدي عشان توصلي لان اولادك يطلعوا عندهم قرب من الله سبحانه وتعالى وعندهم فاعليه في الدين اتجاه نفسهم، فده برضو جهد منك لاولادك، فده شيء برضو جميل جدا. وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يبارك لها في اولادها ان شاء الله. اللهم امين يا رب. دكتوره دلوقتي من ناحيه الجهاد، في ناس كتير قوي بتجاهد ان هي تحقق حاجه مش بتوصل لها، بس في ناس فيهم الإرادة عندهم أقوى من السلبية، يعني حاجة عن يعني إرادتهم قوية فبتنجحهم للوصول للهدف بتاعهم. نقول إيه للناس اللي هي مش قادرة توصل للنقطة دي أو مش عندها إرادة؟ بص يا أستاذ أحمد، الجهاد جهاد النفس عموما ليه كذا خطى وكذا وسيلة وكذا طريقة. يعني مثلا احنا دلوقتي في بعض الاسئله جات لنا، لو انت استقبلت الاسئله دي في مجال تاني، هنقول مثلا الاسئله دي تتسال لمفتي في الازهر، لشيخ، لناس مثلا عندها درايه بعلوم الدين الكافيه طبعا. ولكن احنا دخلناها برضو تحت نمط او تحت مسمى جهاد النفس، اللي هو مجاهده الام لاولادها، مجاهده الانسان خطى نفسه، او ايا كان السؤال اللي جانا. فحضرتك دلوقتي بتتكلم في جزئية برضو إن طريق جهاد النفس ده ليه خطط كتير أو ليه طرق كثيرة. كل إنسان بيفكر، في إنسان بيبقى عنده جهود أو بيبقى عنده جهاد لنفسه إن هو عايز مثلا يكون متميز في عمله أو في شغله أو في دراسة معينة طبعا. في بعض الناس بيكون عندها برضو خطط إن هي عايزة توصل لهدف معين أو جاه أو سلطة. في بعض الناس بيكون عندها ميول انها عايزه تكون ليها باقه في الدين او في الادعيه والقران والاذكار، وبتخش برضو بتسلك الطريق. في حد بيكون عايز يكون رب اسره وبيت واولاد متميز طبعا. يعني بيكون عايز جدير بالاسره وبالبيت وبالاولاد. في انسان اناني بيحب يجاهد لنفسه ولذاته لان هو انسان عنده الانانيه او عنده حب الذات طبعا. كل وسيله او كل جانب ليه جهاد وليه مواضيع وليه طرق كثيره جدا. تمام. طب يا دكتوره، الناس اللي زي الاشخاص مثلا اللي احنا بنشوفهم في الوقت ده، الشباب اللي ماشيه في الشوارع بتخاطب نفسها، بتتكلم نفسها بسبب مرض ماشي في السوق النهارده وفي المجتمع اللي احنا فيه اسمه الاستروكس. الناس اللي بتتعامل بالاستروكس ده، الناس اللي بتضرب النهاردة بتضربوهم ما بيحسوش، الناس دي بتدمر نفسها، بيبقى الناس دي بتكون ايه مصيرها؟ ايه مصير والله الناس يا دي؟ يا استاذ احمد انت كده دخلت في الفقرة الاولى اللي هي الثقوب النفسية، مع انك دخلت برضو في جهاد النفس والارادة. معانا اتصال تليفوني الاستاذ احمد سعيد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أحمد. استاذ احمد، منوره يا دكتوره هاجر، يا نجمه الاعلام. ربنا يخليك. منوره يا دكتوره هاجر، يا نجمه الاعلام، وحضرتك اكبر نسبه مشاهده بتحصل على السوشيال ميديا بتبقى يخليك. لحضرتك ميرسي. وطبعا الجلسه الجميله دي،
طبعا ما تكتملش غير بالقطب الاعلامي البروفيسور احمد علي شكرا فخر شكرا السعيد. شكرا وطبعا نسبة المشاركات على السوشيال ميديا عنده بتتعدى آلاف آلاف مؤلفة، وطبعا جهاد النفس ده شيء جميل جدا جدا جدا. طبعا جهاد النفس قال عنه الإمام علي كرم الله وجهه إن كان بيحذر منه كيف الهروب، كيف الهروب من النفس والهوى، كيف الهروب من النفس والهوى، صحيح. وكان يحذر منهم الإمام علي لأن لا نجاة منهم. وجهاد النفس ليس في الدين فقط، صحيح. بل إن الإنسان لازم يجاهد نفسه في جميع بالعمل، أمور الحياة، في الإنتاج، صحيح، في كل شيء، طبعا في كل أمور حياته. صحيح. وطبعا كان هناك بعض الدول مثل كوريا الجنوبية كانت من حوالي 50 سنة تقريبا كانت دولة مش دولة متقدمة، ولكن بالعلم والتقدم والإنتاج أصبحت من أكبر كل ده الدول جهد الإنسان الصناعية في صحيح. العالم. طبعا نجحوا من إيه؟ مجهودهم، عملوا مجهود ونجحوا فيه، جهد الإنسان، عندهم إرادة للنجاح. والرموز دي في مصر، أحمد زويل الله يرحمه، يعقوب، ده رمز طبعا برضو للنجاح. احنا عندنا علماء، صحيح، عندنا اكبر قدر من العلماء، احنا دايما دايما مناره للعلم، صحيح. الدنيا كلها، صحيح. احنا عندنا اكبر علماء عرفهم التاريخ زي الدكتور مجدي يعقوب، زي طبعا الدكتور احمد زويل، وعندنا صحيح نماذج كثيره كثيره مشرفه زي طبعا الدكتور طه حسين، صحيح، والدكتور ده رمز للعلم، والدكتور رفاعه الطهطاوي فيما قبل. وطبعا انا دايما بيعجبني في العلم وجهاد النفس دائما التجربه الالمانيه، الالمان دائما ما يعرفون كيف يعملون، صحيح، ودايما هم بالطريقه الالمانيه افضل طريقه للعمل. وجهاد النفس هم التقنية عندهم هم بعد عالية الحرب وعندهم العالمية جهود الثانية قوية، صحيح، بعد الحرب العالمية الثانية كانوا متفككين بعد هزيمة هتلر، لكن بالعلم والتقدم والإنتاج أصبحوا من أكبر الدول الصناعية في العالم. صحيح. وجهاد النفس هنا برضو يعني يتفرع إلى كذا فرع، ليس فقط. طيب ليس ادينا فقط بعض بالجانب الشروح كده الديني. يا أستاذ أحمد. مثلا فضل. الاجتهاد في النفس ان الانسان ما يقعش في المعاصي مع الله سبحانه وتعالى، لان جميل. دايما الصالحين كانوا ينصحوا والانبياء بالتقرب الى الله والبعد عن الوقوع في المزلات، ونعم لان جهاد النفس ده شيء صعب جدا، صحيح، لان حتى بعض الصالحين، سيدنا يوسف نبي الله يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز كاد أن يقع بها، ولكن لولا رأى برهان ربه. فجهاد النفس هذا أمر عظيم، ليس أمر سهل على الإطلاق، صحيح. ولكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علم كيف يكون جهاد النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فعلينا أن نأخذه نبراسا يقتدى به في جهاد النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل بالنهار بالعبادة حتى كانت تتورم قدميه الشريفتين، فعلينا أن نتقي الله بكل أفعالنا. وجهاد النفس لازم أن الإنسان يبص أن هو بعد 5 سنين هيبقى فين، لازم الإنسان ما يبصش مكانه، تقصد السعي يعني للتميز او الطريق، الخطى الى الامام، ايوه، التقدم الى الامام بشكل مستمر، صحيح، وعدم التوقف، صحيح، لان الامل يعني الحياه، صحيح، لان الامل يعني الحياه. وانا اسف ان انا طولت على حضراتكم. شكرا. لا حضرتك منورنا وكلامك رائع جدا، ربنا يخليك يا استاذ يا احمد. الحوار شيق جدا مع نجوم الاعلام الدكتورة هاجر والبروفيسور أحمد سعيد، مصر السعيد الجديد،
شكرا وفخر أهل الصعيد جميعا. شكرا شكرا. ربنا يخليك يا استاذ احمد، حضرتك نورتنا وشكري كبير ليك بجد، وكلامه شائق جدا بصراحه، كلامه جميل وعطانا يمكن اختصر اللي احنا قلناه كله في كام جمله، قال كل اللي احنا قلناه في كذا دائره هو قاله في كام جمله، وما شاء الله عليه عنده علوم كويسه في الدين، ربنا يوفقه ان شاء الله كده. تحيه ليك كبيره يا استاذ احمد. وبكده هنكون ختمنا حلقتنا ونهينا حلقتنا، وان شاء الله انتظرونا مع برنامج أبواب السعادة كل يوم ثلاث الساعة 12 بالليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.